الفنان مصطفى درويش كان من أكثر الداعمين لهذه المؤسسة. يلا بينا نشوف. السلام عليكم. سلام عليكم. إيه الأخبار؟ عامل إيه؟ كله تمام؟ تمام. الحمد لله. الحمد لله. تعرف باسمك؟ أكرم محمد. أهلاً وسهلاً. أهلاً بيك. عامل إيه؟ الحمد لله. كله تمام؟ تمام. مبسوط؟ جداً. مبسوط هنا؟ أه طبعاً. طب احكي لي بقى، بتصحى الصبح بتعمل إيه؟ بصحى الفطار بيبدأ. تمام. تمام. وافضل بقى قاعد لحد الغدا، ما يجي الغدا اتغدى، بعد كده اصلي فروض ربنا، والعشاء يبقى كده خلاص يوم انتهى. بتصحى الساعه كام؟ بصحى بدري، بصحى الفجر. الفجر بقى بصلي الفجر، وبعد كده بقى اشوف انا هعمل، انام شويه ممكن. المهم بمشي يومي. مبسوط يعني؟ جدا. اه طبعا. بتاكل ايه هنا؟ اختيارنا، اللي انت نفسك فيه هتاكله. اه طبعا. اه طبعا. ما بيجبروش حد على اكل حاجه، الاكل اللي مش عايزه ما اكلوش. اه يلا ربنا يديك الصحه. الله يخليك حبيبي. الله يستر معاك. مبسوط جدا انا شفتك. السلام عليكم. ازيك؟ عامل ايه؟ اتشرف باسمك. عادل علي عامر. ازيك يا عم عادل؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. احكي لي، بتصحى الساعه كام وبتعمل ايه؟ اصلي وبعد كده ننزل نفطر، وبعد كده نتغدى، وبعد كده عشان نتعشى. ما حدش فيكم بيلعب كوره؟ لا. في. وانت ما بتلعبش اي رياضه خالص؟ لا، كنت بلعب زمان. زمان. طب ايه انت برضو يعني شباب يعني يا عم عادل، انت مش عجوز يعني. ربنا يخليك يا باشا. يلا احنا عايزين كده باذن الله بقى نيجي نشوفك المره الجايه تكون بتلعب رياضه. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. كله تمام؟ انا من متعقبه. انا بيني وبينك. طب قول لي اسمك ايه الاول؟ طيب. محمد حسين جارده. ابو ابويا من كحماده مغنيين، مغنيين مركب. بقالك قد ايه هنا؟ بقالي ثالث سنه. دي ثالث سنه. بس دخلت العباسيه بتاع 15 سنه، اهلي ودوني العباسيه قبليها. طب مبسوط هنا بقى؟ اه الحمد لله. تعمل ايه بقى هنا؟ بنفطر ونتغدى ونتعشى وبنلعب العاب. تحلوا لنا كده. تلعبوا ايه طيب؟ دومنا، طاولة، كل الألعاب موجودة. في كمان القراءة هنا، كتب جميلة جدا للقراية. حلوة يعني. طب أنت بتعرف تلعب إيه طيب؟ أنت بتلعب دومنا؟ أه بعرف ألعب دومنا. لعيب دومنا يعني؟ على قد يعني. على قدك؟ لا تبقى لعيب. لعيب يعني ولا إيه؟ الحمد لله على قد يعني كده. طب احكي لي بقى، أنت بتصحى الصبح هنا بتصحى من الساعة 7 شوية كده؟ أه. بعدين شوية كده ننزل تحت هنا في الحوش، نتعمى الصبح الأول. بعدين نتغدى وبعدين نتعشى. بس في حاجه جميله قوي بعملينها. ايه بقى؟ جديده، انك بعد ما تخلص الغدا تطلع فوق تنام شويه، فجاه يقول لك يلا العشاء. ساعه العشاء تعمل شعريه باللبن او بطاطس مهروسه والعيش والشاي، حاجه بقى ظريفه جدا. لازم بعد الفطار كل واحد كوبايه شاي. وبعد الغدا كل واحد مزاج. ايوه كوبايه شاي. وشاي شاي. وبعد العشاء لازم برضه كوبايه شاي. دي بتشجع بتجدد نشاطك كل يوم يعني. ده قرار من الاستاذ محمود يعني، ده مدير المستشفى ربنا يكرمه. وبعدين جاي العيد الكبير، بيضحي ضحى السنه اللي فاتت بثمن خرفان وثلاث عجول. بيحكي لي بقى للعيد مثلا هنا بتقضوه ازاي؟ العيد بنقعد نصلي العيد الاول هنا، صلينا العيد وقلنا صلوا جماعه مع بعض، وفي كحك وبسكويت وشاي وكده. بعد الصلاه العيد صلينا العيد بره هنا يا جماعه. وعبد الباسط واحد من الممرضين بيقيم بينا الصلاه، بس بنصلي العيد وخدنا كحك. وبتحتفلوا بالعيد؟ كحك وبسكويت. تيجي من قبلنا اهلا جت برضه كحك وبسكويت وشاي. بسكوت جميل قوي. بس المهم انت مبسوط يعني هنا؟ الحمد لله. اي حاجه؟ الحمد لله. لا ما فيش حاجه بجد. والله الحمد لله. اتشرفت بيك. شكرا. اتشرفت بيك. شكرا. اتشرف بيك. احمد زكريا. منين يا احمد؟ من المنصوره. احسن ناس. بقالك قد ايه هنا؟ يعني انا من 2019. من 2019. مبسوط هنا؟ طبعا. بيحكي لي كده، بتصحى الصبح بتعمل ايه؟ عادي اليوم العادي بتاعنا، نصحى من النوم، تنزل تفطر، نقعد انا وعم احمد نلعب مع بعض شويه. بتلعبوا دومنا؟ طاوله؟ طاوله. طاوله دي صح؟ بنتسلى مع بعض كاخوات مع بعض هنا. طب مين اللي بيكسب؟ والله ساعات هو ساعات انا. طب مين الحريف؟ هو. هو؟ بصراحه انا متعلمها منه. هو اللي علمك؟ اكيد. يبقى كده هو اللي هيكسبك. مبسوط هنا بقى ولا ايه؟ طبعا. بتعملوا ايه بقى؟ الانشطه اللي بتعملها ايه؟ مفيش، هو النشاط العادي. ممكن نقرا في كتب. نقعد نلعب انا وعم احمد. لو في حاجه ممكن نقعد نزله مع بعض نعملها. ما بتلعبش كوره؟ ما بتلعبش؟ لا. مالكش في الكوره؟ ماليش في الكوره. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. اهلاوي؟ اهلاوي. اهلاوي يعني؟ يعني مش قوي متابع الناس اللي بتتفرج. بس بس انت انتمائك للاهلي يعني. ايوه. طب في العيد مثلا بتقضي العيد هنا ازاي؟ طبيعي جدا مع الناس، بنفرح ونتبسط نغني، يوم طبيعي اللي هو بتقضوا اليوم بالكامل ضحك وهزار. وهزار. طبعا. ومبسوطين يعني، ما بتحسوش باي فرق ولا اي حاجه؟ لا لا طبعا. ولا اي في اي تقصير في اي حاجه؟ لا لا. الحمد لله تمام. طب الحمد لله. شرفت بيك. شرفت بيك. كله تمام. انت ايه؟ انا سمعت ان انت هنا كسح ومطوله. اي حد في اي حاجه. اي حد في اي حاجه. انت بقى ده، انت كده ثقه بقى زياده. مش حد، مش غرور، هي ثقه في اللعبه. يعني انت واثق من اللعبه. بس عارف مداخلها ومخارجها. وربي الزهره.
رمي الزهر ليها رمية معينة، ليها قرصة، ليها قرصة، مش كده وخلاص، مش عشوائية يعني. لا 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 لا، اي حاجه بتيجي عشوائيه، لازم تبقى ليها رميه معينه. بس في حاجه اسمها قرصه، تقرص تجيب اللي قدامك على طول. طب وريني كده الرميه. تفرق ايه بقى دي عندي لعبه؟ انت الفكره ان انت تمسكها تظبطها في الرميه. بس ده انت مزاجك رايق. حبيب قلبي حبيبي، كل سنه وانت طيب. وانت صحه وسلامه بيك حبيبي حبيبي. ايه ده ايه ده ايه الحلاوه دي؟ الشباب والرياضه كلها، ايه الاخبار؟ انا مش عايز اعطلك، انا مش عايز اعطلك عن لعبك. عامل ايه؟ الحمد لله. اتشرف باسمك. محمد عبد الحفيظ. منين يا عم محمد؟ من خليفه. احسن ناس، اجدع ناس. الله يكرمك. انت ايه بتلعب رياضه كده؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. رياضه حلوه. رياضه حلوه. بتنمي العقل وبتخليك كده فريش، صح؟ بمناسبه الاهلي جاب جول. الاهلي جاب جول. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. اهلاوي اهلاوي. طب احكي لي بتعمل ايه هنا؟ بلعب رياضه كده، بحب الرياضه عشان الاهلي. مبسوط هنا يعني؟ الحمد لله. يلا كل سنة وانت طيب. وانت طيب. وانت ماشي. ايه مساء الخير، تلعب ايه؟ بسلي نفسي اهو. طب اسمك ايه طيب؟ محمد. منين يا عم محمد؟ انا من العتبة. ناس حلوة زيك. انت احلى. انت بقالك قد ايه هنا يا عم محمد؟ انا بقالي سنة وشهر. مبسوط هنا؟ ايه طبعا، هم حلوين هنا معايا. بتصحى بقى بتعمل ايه؟ بس بعمل ايه؟ دول بيكبونا الوجبات ومش مأخرين حاجة. وبعدين ما حدش نزيل بيعمل اي حاجه، هما بيريحوهم كمان. والعمال حلوه معانا هنا، بيشيلوا حاجاتهم هما بقى، نظافه وقعده وكل حاجه. مبسوط جدا انا شفتك يا عم محمد. قول يا رب يا رب، وربنا ما يوفقكم باللي انتوا فيه برضه. يا رب يخليك يا عم محمد.